معانا على التليفون دكتور محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار. مساء الخير دكتور محسن. مساء الخير يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. وحضرتك والساده المشاهدين جميعا بألف صحة وسلامة. يا أهلا وسهلا دكتور محسن. يعني حضرتك أكيد أنت مطلع وأكيد بيهمك ردود الأفعال كل المؤسسات الاقتصادية، صندوق النقد، البنك الدولي، إزاي شايفين ومقيمين اللي إحنا الأشواط اللي قطعناها وضرورة الاستمرار والاستثمار كمان في برنامج الإصلاح الاقتصادي؟ خليني أقول لحضرتك إن ما أطلق اليوم في سواء في التقرير أو في التصريحات سواء من السيد جهاد أزغور أو من السيدة مونيكا مالك ممكن نلخصه في خمس حاجات بشكل مباشر أوي. اتفضل. الحاجة الأولانية هم بيأكدوا بشكل واضح تماما عن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، إدى بالفعل خلال الفترة اللي فاتت نتائج إيجابية أثرت على تراجع معدل التضخم، زيادة معدل النمو، ارتفاع في معدلات الأداء الاقتصادي، الرؤية العالمية أصبحت إيجابية وبالذات بعد تحسن تصنيفنا الائتماني بشكل كبير خلال الفترة اللي فاتت. بالإضافة إن إحنا أصبح النهاردة لدينا قدرة أكبر على زيادة حجم الاستثمارات اللي بنكتسبها من الخارج. النقطة الثانية، النقطة اللي كانت مهمة قوي واللي كلاهما اتفق عليها واللي أتصور إنها محور الحديث كله، إن إحنا يجب إن إحنا نستمر في هذا البرنامج وألا يتم التراجع عنه بأي شكل من الأشكال خلال الفترة القادمة، وإن محور رئيسي من استراتيجية الدولة خلال الفترة اللي جاية يجب إن هو يرتكز على الاستمرار في عملية تنفيذ هذا المشروع الاقتصادي والإصلاحي الكبير، وألا يتم حدوث أي تراجع عنه، بل بالعكس الاستمرار فيه هو اللي هيزود معدل النمو، هو اللي هيضمن تحسن في فرص العمل، هو اللي هيضمن تحسن في الاستثمارات، هو اللي هيضمن استمرار واستقرار الأداء الاقتصادي. المحور الثالث اللي كان واضح قوي في كلامهم هو الحديث على فكرة إن الفترة القادمة تحتاج إن إحنا نستمر في استراتيجية الاستقرار المالي، وده أمر في غاية الأهمية لأنه بيتكلم بشكل رئيسي على الجهود اللي اتعملت خلال السنتين اللي فاتوا سواء بالنسبة لاستقرار سعر الصرف أو تحسن معدل احتياط النقد الأجنبي أو وجود قوة بالنسبة للقطاع المصرفي، ودي جهود البنك المركزي نجح بشكل كبير هو قطاع المصرفي خلال الفترة دي. العنصر الرابع كان مرتبط بشكل أساسي فكرة إزاي إن إحنا نعزز معدلات النمو ونحسن بيئة الأعمال ونعزز التنافسية، وده الاستراتيجية اللي الدولة بتنتهجها النهاردة سواء من عمليات الإصلاح التشريعي أو زيادة حجم الحوافز اللي بتقدم أو حتى بالنسبة لإعادة هيكلة الإجراءات اللي بتتم بالنسبة لمناخ الاستثمار بشكل كامل، أو حتى اللجنة اللي شكلها دولة رئيس الوزراء عشان الاكتساب المسلمين الأجانب من نوع معين اللي هو بينطق عليهم الحجم الكبير، أو حتى بالنسبة لعملية تخصيص الأراضي الصناعية أو ما غير ذلك من الإجراءات الكتيرة اللي الدولة بتشتغل عليها. تمام. العنصر الخامس اللي حضرتك يعني تقريه في سواء في التقرير ذاته اللي أطلق اليوم أو حتى في حديث كلا الشخصيتين الاقتصاديتين هو مسألة إن الرؤية لمصر أصبحت أكثر إيجابية. أيوه. إحنا النهاردة أصبح لدينا فرص أكبر للنمو، الاستقرار السياسي والأمني انعكس بشكل واضح على أداء برنامج الإصلاح الاقتصادي. مصر النهاردة وهي بتقترب في شهر يونيو القادم من إنهاء برنامجها مع صندوق النقد الدولي هي بالفعل في موضع أكثر تحسنا وأكثر قوة. مؤشرات الموازنة الجديدة فيها الكثير من الإصلاحات اللي هتنعكس بشكل إيجابي على أداء الاقتصاد المصري. عندنا فرص في التوسع بشكل أكبر. الرسالة كمان التانية اللي كانت موجودة هو إن حجم الاستثمارات رغم إن مصر محافظة للعام الثالث على التوالي كونها أكبر دولة على مستوى أفريقيا في حجم الاستثمارات وثاني أكبر دولة على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط في هذا الاتجاه، إلا إنها لازالت لديها فرص كثيرة بالنسبة لي معدلات النمو في حجم الاستثمار خلال الفترة اللي جاية، وأتصور إن هذا الأمر صحيح فعلا وبنلمسه خلال الفترة اللي فاتت بشكل مفهوم. هي دي يا فندم بقى النقطة اللي عايزين نتناقش فيها، المواطن يلمس إمتى؟ وطبعا إحنا شايفين إن في تحسن ملحوظ في كل حضرتك أشرت ليه وعلى الأرض من يعني نتائج الإجراءات اللي تمت في هذا البرنامج. أشرت إنه في شهر يوليو القادم يعني هنكون هل كده استكملنا خلاص هذا البرنامج بكل يعني مراحله المختلفة، فبالتالي يعني إيه المتبقي أو إمتى المواطن يحس إنه الأفضل بشكل كبير في الفترة اللي جاية؟ هو من وجهة نظري الشخصية الوضع الحالي يعتبر بالنسبة لينا هي طفرة، مش بس شيء يعني جيد، ولكن لا دي طفرة بالنسبة لينا لأسباب كتير. جزء أساسي إن البرنامج ده لو لم يكن ينفذ كمعدلات ضخم هتتفع أكثر من كام، كنا هنشوف معدلات أسعار صرف أعلى بمراحل. تمام. كنا هنبدأ نتفرج على مسألة زيادة في معدلات الاستيراد قياسا بحجم التصدير، والفجوة التجارية كانت هتبقى أعلى بكتير من اللي إحنا شايفينه، معدلات البطالة كانت هتبقى أعلى، هي بتتراجع دلوقتي بشكل كبير. احنا النهارده مع اقتراب المشروعات القوميه كتير
سواء مشروعات جبل الجلاله او المشروعات الاصلاح الاراضي او الصوب الزراعيه او المشروعات العمانيه او حتى المشروعات المتعلقه بالصناعه السمكي او مشروع رمله السوداء او مشروعات الرخام الجديده او مصانع الاسمنت او مصانع الحديد، عشرات المشروعات اللي النهارده في طور التسجيل واقترابها من التسجيل الكامل. كل ده بيخلق قواعد جديده تقدر انها تمتص الضغوط اللي موجوده دلوقتي. الضغوط دي موجوده ليه في الوقت الحالي؟ نتيجه ان حجم الانتاج لسه اقل من معدلات الاستهلاك، لكن حجم المشروعات الكبير اللي بتعمل خلال الفتره ديت هيسد هذه الفجوه بشكل متدرج على مدار الفتره اللي جايه. كل مره هنسد فيها هذه الفجوه، كل ما هيتراجع مستويات الاسعار وهيكون عندنا فرص اكبر لزياده فرص العمل وزياده في معدلات التطوير، وده ينعكس مباشره على المواطن بشكل سريع. مصر ما كانتش تقدر انها تعمل حزمه الاجراءات اللي اعلن عنها السيد الرئيس منذ عده اسابيع بالنسبه للمعاشات والعاملين في الجهاز الاداري في الدوله الا اذا كانت واثقه في وفره في سيوله قدره الاقتصاد على توليد ده. النقطه كمان الثانيه ان عبقريه هذا القرار جاءت في توقيت، لان ببساطه شديده دلوقتي واحنا خلاص بننتهي من مرحله الاصلاح النقدي والاصلاح المالي، نقدر النهارده ان احنا نضخ سيوله بشكل كبير في لدى المواطنين عشان تدور عجله الاقتصاد بشكل اكبر. السيوله اللي هتضخ من جانب الدوله بحجم حوالي 60 مليار جنيه للمواطنين هيعاد تدويرها داخل صهيل الاقتصاد، وده هينشط معدلات النمو وهيرفع منها بدون الخوف من ارتفاع معدل التضخم اللي احنا النهارده اصبحنا قادرين من خلال الاجراءات اللي تمت والاصلاحات اللي تمت على التحكم فيه بشكل واضح. هي دي الفكره اللي احنا الدوله النهارده بتنتهجها. النهارده بننتقل الى مرحله جديده من مراحل الاصلاح، وهي مرحله تنشيط الاقتصاد وزياده معدلات النمو الموجوده فيه، سواء كان ده من خلال جذب استثمارات اكثر، او سواء كان من ده من خلال زياده في معدلات الانتاج، او كان من خلال معدلات تشغيل اعلى، او حتى من خلال استراتيجيات نقديه عشان تحريك الاقتصاد واعاده ضخ السيوله في شرايينه وزياده معدلات الدوران والنمو الاقتصادي من خلال ده. تمام، شكرا جزيلا دكتور محسن عادل رئيس الهيئه العامه للاستثمار، شكرا لحضرتك.